حسم فريق شباب الوزداد الدربي العاصمي الذي جمعه باتحاد العاصمة بملعب 20 أوت لصالحه، وهذا إثر فوزه بهدفين لهدف في قمة مباراة الجولة 18 للمحترف الأول. الشباب كانوا سباقين لفتح باب التسجيل عن طريق المدافع شرفاوي في الدقيقة 25 قبل أن يعزز جديات من تقدم فريقه بإمضائه الهدف الثاني في الدقيقة 68 قبل أن يقلص بالليل النتيجة للاتحاد بإمضائه الهدف الوحيد في الدقيقة 87. احنا دخلنا الماتش هذا باش نمدوا لي 3 بوان، وعلى بالنا بلي كان راح يكون ماتش صعيب مع ايكيب مليحه، وجدنا لو بيا كوم الفو، وزيد بيبليك تاعنا عاوننا بزاف، حنا فرحانين دوكا. مبروك عليكم لا فيكتوار، العقده احكي لنا العقده كاس باس اللي لحقتوا عليها. الحمد لله العقده هذه نحيناها، ما كانش الماتش ساهل، لعبنا ضد فريق قوي جدا، فريق اتحاد العاصمه غني على التعريف، وين دوزيام ميطو بون دخلنا بريميير ميطو دخلناها كونفينابلومون، بعد دوزيام ميطو عاودنا ولينا اللور، من بعد زادوا خرجوا لنا جوار تماك اللي زادت صعبت علينا الماموريه، الحمد لله عزنا ماكينه الدوزيام. الماتش تاع اليوم كان صعيب، لعبنا ضد فريق كبير، ومام طون سيتي ان ديربي، حنا لوبجيكتيف الاول تاعنا، لوبجيكتيف الاول تاعنا كان لي 3 بوان باسكو انا في وضعيه ماشي مريحه. هاد لي 3 بوان ان شاء الله يخليونا نحضروا في الماتشات الجايين في ظروف حسنه ان شاء الله. ا ان مومون انا شيرشي ا جوي ا كري دو جو انفويي دو جو devant une équipe plus forte que nous mais donc on a eu une bonne générosité beaucoup de combat beaucoup de solidarité de volonté et puis par moment du talent et puis moi les joueurs ont bien été dans l'organisation, ils savent jouer ça, il suffit de faire du dézonage et du mouvement, mettre de la densité côté ballon tout de suite, de pas rester planqué à l'autre bout du terrain, mais de venir là où il y a le danger, et vous pouvez tenir à 10. On peut pas la digérer, Barkagda, c'est difficile. Et wesh nqoul lek, ça arrive au plus malin, et donc hna lazem nsaou lmatch hada. On va penser à l'avenir, ma عندناش le choix باش نقعدو Barkagda nkhmmo Barkagda li match hadou li fatou. Par rapport au deuxième but, c'est vrai, j'ai commis une erreur et ان شاء الله سا بلوس برودوير بيان سور غرضهم باش يزعفوا وين جاو كيما نقول عاونونا بزاف باش فوزوا، ان شاء الله هذه لا ديفيس ان شاء الله ما تعاودش، ان شاء الله نخمو لي ماتش الاخر ان شاء الله. بهذا الفوز فك شباب الوزداد عقده 7 سنوات من دون فوز على ابناء سوسطاره.